إلا الله وإن سيدنا محمد صلى الله من سما ونما واتخذ المعراج سلم سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم إنه قال صلى الله عليه من أمتي لما يصلي علي في يوم الغراء ويوم الأزهر صلى الله عليه قال يا حبيبي يا رسول الله ما هي ليلة الغراء ويوم الأزهر صلى الله قال ليلة الجمعة ويومها أحب صحابتي وشيخهم الصديق عني أبا بكر وما سمي الصديق إلا لصدقه والبسه الرحمن من حلل الفخر كذا عمر الفاروق أظهر ديننا وقد كان دين الله يعبد بالسر لله وعثمان ختم القرآن في ركعة الوتر كذا علي ابن عم محمد لقد توج الإسلام بالعز والنصر قد أن تنشر الرؤيات بالخير إلى منا وتبقى قلوب العاشقين على الجمر لله فقوم إلى بغداد شدوا رحالهم لقد توج الإسلام بالعز والنصر قد أن تنشر الرؤيات بالخير إلى منا وتبقى قلوب العاشقين على الجمر فقوم إلى بغداد شدوا رحالهم فقوم يريدون ارتحال إلى مصر فإن يمموا بغداد كنت إمامهم فإن يمموا مصر فيا حبذا مصر فإن يمموا قبر الحبيب محمد فالقلب مشتاق إلى ذلك القبر لله واختم صلاة الله ثم سلام محمد